أهلا بيك يا عم، منورنا في البطولة النهاردة وشرفينا كلنا، وكنت عايز أسمع من حضرتك إيه رأيك في البطولة النهاردة؟ اهلا بيك علاء، وانا سعيد وسعيد جدا موجود معاكم. انا كنت متابع الموضوع ده من الاول خالص، من اول ما انت بديت الفكره، والحقيقه كنت متوقع لك النجاح في هذا الموضوع، بس ابدا ما خطرش على بالي ان النجاح يبقى بهذا النجاح العظيم، نجاح يعني في كل الامور، نجاح فني، نجاح من الناحيه المجتمعيه اللي انت لميت ابطال كبير كتير جدا سواء بيلعب، نجاح اداري عظيم جدا بالتيم اللي معاك، وطبعا علي الغمراوي والناس كلهم اللي ساعدوكوا عشان ما ننساش حد فيهم. كل التيم الحقيقه موفق جدا، التيم ده اضافه قويه للسلاح في مصر على المستوى الاداري على المستوى الفني وعلى المستوى التحكيمي. فخور بيكوا وفخور بيك جدا يا علاء واللي انت بتقدمه للرياضة المصرية عموما وللسلاح بصفة خاصة. شكرا لحضرتك، وطبعا يعني حضرتك كنت معانا من دي 1 في الفكره بالمبادره، وما كانش في اي حاجه، كنا بس بنتمرن اونلاين بعدد قليل خالص، والحمد لله بدعم حضرتك وتشجيعك لينا الحمد لله وصلنا لحاجه كبيره، وان شاء الله تبقى بدايه ونبقى كلنا ان شاء الله سايد باي سايد بجد. ان شاء الله انا زي ما قلت لك عليها قبل كده، الفكره نفسها فكره عظيمه، ووجودك راس هذا الفريق العمل هو اللي كان مشجع وهو الحافز الاساسي للناشئين كلهم كبار ان هم يشتركوا معاك. دائما انت قدوه للجيل، ودائما ان شاء الله في يعني ربنا يوفقك وتستمر في العمل العام ده، وانت مكسب لاي حاجه تكون موجود فيها باذن الله. شكرا شكرا لحضرتك. Okay. Thank you, thank you, thank you, Abdelmenaem. Thank you, You're Ala. Thank you, everybody joining. It was an exciting day, an exciting event. The spread from this session and this small room into the whole world with the recognition. And أنا عايزة بس أشير كمان للجوائز اللي قدمها رئيس الاتحاد عبد المنعم الحسيني. هو قدم هدايا للاعبين المشاركين اللي علاء هو اختارهم بنفسه في التمرين بتاعهم، فدي طبعا thank you so much for يعني your participation will support. الدعم مش بس معنوي، كمان كان دعم مادي للاعبين، وهو علاء كان بيسلمهم الحاجات دي، كانوا مبسوطين قوي. فطبعا كنا نحب نوصل لك ازاي انت اثرت مش بس فينا كاداريين ومش بس فينا كلاعبين اولمبيين، حتى في الاشبال الصغيره 7 سنين وست سنين كلهم عارفين واستلموا جوائز عبد المنعم الحسين. ده حاجه بسيطه وعاليه، وان اي عمل ناجح لازم الناس كلها تقف وراه وتساعده وتسنده، وانتوا عملكم ده كان اكتر من ناجح، وربنا يوفقكم واستمروا ان شاء الله، وحاجه بدايه مشجعه ان شاء الله يعني توصلوا لقمه القمم باذن الله. تمام، وانا مبسوطه كمان بالبروجكت اللي حضرتك لسه مبلغنا عنه، ان احنا جاهزين نساعد وندعم البروجكت ده بكل يا طاقتنا ريت وكل مجهودنا وكل الاستاف، يعني يا رب نحطهم يخليك، في هديه وموجودين لحضرتك كلنا ليك ربنا للبروجكت اللي ان يخليك، شاء الله للمستقبل ان شاء الله الله يخليك. قريب. احنا اول حاجه هنعملها هنبعته لعلاء النهارده ان شاء الله، ان انا كنت اتفقت معاه من حوالي شهر كده، ان احنا الماتيريال اللي احنا بنشتغل عليها عايزين علاء برضه يحط الانبوت بتاعه. مفيش اي مشكله علاء انك تاخد راي عاليه برضو، إيه لو في حاجه عايزين تزودوها، حاجه عايزين تشيلوها، بحيث منهج السلاح في مصر عموما ان محدش الناشئين هيشترك في اي بطوله الا لما يكون عدى تحت 11 شرطين، 13 ثلاث شرط، عشان نلعب تحت 15 لازم يكون عدى الاربع شرط كلهم ان شاء الله. دي حلوه قوي، وهتبقى مبادره على فكره للعالم كله ان اتحاد السلاح لو عمل كده، لان دي مش موجوده، البوينتس دي مش موجوده في العالم كله، فده ممكن. موجوده في فرنسا، اوكي، موجوده في فرنسا، احنا بس خدناها وظبطنا عليها شويه حاجات، بتتعمل بطريقه او باخرى في ايطاليا. الفكره احنا حبينا نمصرها عليها شويه، اوكي، وبحيث يبقى عندنا يعني لازم دلوقتي نتكلم، يقول لك ان في مدرسه ايطالي، مدرسه فرنساوي، مدرسه روسي. المدارس دي ما جاتش بين عشيه وضحاها، عشرات ومئات السنين، لكن هي دايما الخطوه الاولانيه
اونلاين. احنا عايزين كاتحاد نعمل مدرسه مصري مش هبان معلمها، لكن ان شاء الله ممكن مثلا بعد 30 40 سنه يكون ان شاء الله لنا ستايل من الشكل ده اللي بنحاول نعمله. احنا هنبتدي والبركه فيكم، تبقى تكملوها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ثانك يو على عمل ديسكونكت ورجع تاني. شكرا، نشوفكم دايما على خير يا رب. ثانك يو، السلام عليكم. سي باي باي. ثانك يو.